في الرياضة، وبعد الحصيلة الإيجابية التي سجلها المنتخب الوطني لذوي الهمم في بطولة العالم لألعاب القوى التي احتضنتها فرنسا بمجموع 7 ميداليات، حل اليوم بأرض الوطن الوفد الجزائري حاملا معه 3 ميداليات ذهبية بفضل كل من صافيا جلال التي حققت رقما جديدا في منافسة رمي الجلة، إضافة إلى إسمهان بوجعدار في التخصص نفسه ونسيمة صيفي في رمي القرص. كما حققت النخبة الوطنية ميدالية فضية وثلاث برونزيات. ما جاتش بالسهل، ما يخفالكمش بانه ميداليات في مستوى عالي جدا، وحنا ثابرنا الحمد لله وكافحنا والحمد لله، وان كانت النتيجه ميداليه ذهبيه ورقم قياسي عالمي. تحصلت من خلال البطوله تاع الميدالية ذهبيه، وهذه الميدالية ما جاتش بالسهل، كل مجهودات حطيتها في المنافسة. نهنيهم بكل اللي تأهلوا وكل الرياضيين اللي حازوا على ميداليات، إن شاء الله راح واجبنا أنه نكونوا دائما معاهم، يعني تحضيرا لما هو قادم، وبالتوفيق لكل الفريق الوطني اللي الحمد لله شاك فوا يكون في المستوى.